مس وانتين ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده جايين عشان نحكي حكايه جديده من حكايات انتي دومي. هنحكي حكايه ايه يا ترى؟ هنحكي حكايه فرح وقوس قزح. فرح نمله صغنطوطه جميله خالص، لسه صغنطوطه عايشه في مكان جميل مع باباها ومامتها وعيلتها واخواتها وكل الناس اللي بتحبهم. فرح لسه صغنطوطه عشان كده ما بتخرجش بره البيت لوحدها. مامتها على طول تقول لها: لا يا فرح، انت لسه صغنطوطه ما ينفعش تخرجي لوحدك. تقول لها: يا ماما انا نفسي اشوف الدنيا بره شكلها ايه، هو انا هفضل كده في البيت على طول؟ تقول لها: معلش يا فرح، انت لسه صغنطوطه يا حبيبتي، لما تكبري شويه اخليكي تخرجي. وعدت الايام وفرح لسه زي ما هي صغنطوطه، بس كبرت شويه شويه صغنطوطين. فرح ليها اخت اكبر منها. فرح قالت لها: ارجوكي خديني معاكي وانت خارجه النهارده، انا نفسي اشوف الدنيا شكلها ايه. قالت لها: يا فرح ما انتي لسه صغنطوطه وماما قالت ما ينفعش ان انتي تخرجي. قالت لها: معلش تعالي نستاذن منها يمكن توافق. قالت لها: يلا لو وافقت انا ما عنديش مانع اخدك معايا. ماما قالت لها: انتي مش عارفه ان هي لسه صغنطوطه؟ قالت لها: ما هي اللي عايزه تيجي معايا يا ماما، طب اعمل ايه؟ قالت لها: يا فرح انتي لسه صغنطوطه. ومامتها حاولت تقنعها ان هي لسه صغنطوطه وما ينفعش تخرج. فرح قعدت تتحايل وتقول لها: ارجوكي ارجوكي. راحت اختها قالت لها: خلاص يا ماما انا كبيره اهو وهاخد بالي منها، مش انا دلوقتي خارجه علشان اعمل شغلي، هاتيها معايا وتتفرج معايا وهحافظ عليها واخدها معايا في المكان اللي انا رايحه فيه وهنرجع بسلام ان شاء الله. مامتها قالت لها: بس خدي بالك منها كويس. قالت لها: ما تخافيش يا ماما. قالت لها: انت عارفه هتعملوا ايه؟ قالت لها: ايوه انا عارفه. قالت لها: قرر عليكي تاني، هتروحوا تجيبوا حبايه القمح اللي تحت الشجره اللي في الغابه علشان ديت الاكل بتاعنا الاسبوع اللي جاي كله. قالت لها: ما تخافيش يا ماما. قالت لها: اوعي تنسي او اوعي تعملي حاجه غلط. قالت لها: ما تخافيش يا ماما كل حاجة هتبقى مظبوطة وكويسة. فرح راحت مع أختها ولسه بتخرج من البيت، لقيت الدنيا كبيرة قوي وفظيعة، شكلها حلو جدا. قالت: ايه ده، الله كل دوت موجود وانا مشفتهوش قبل كده. ولقيت الغابة بألوانها وأشجارها والطيور والزرع والورد وكل حاجة جميلة حواليها. فرح كانت مبسوطة جدا جدا وما كانتش خايفة خالص، ولو ان دي كانت أول مرة تخرج فيها بره البيت بانها لسه نمله صغنطوطه. فرح كانت مبسوطه قوي. راحت اختها قالت لها: انا فرحانه قوي عشان انت فرحانه يا فرح. قالت لها: وانا كمان فرحانه قوي اني بشوف كل دوت لاول مره، الله الحاجات دي شكلها جميل قوي. قالت لها: طب يلا بينا بقى علشان نمشي بسرعه ونعمل الشغل بتاعنا عشان نرجع لماما بسرعه وندي لها اللي هي عايزاه. قالت لها: يلا بينا. وهما ماشيين الدنيا راحت مطرت عليهم. اخت فرح خافت جدا لان طبعا هما صغننين نمل، تخيلوا قطرة المية شكلها عامل ازاي بالنسبة لنملة صغننة، لو وقعت عليها تموتها اكيد. جريوا 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 واستخبوا تحت الشجرة اللي كان تحتها ايه، حبة القمح اللي هما كان المفروض ياخدوها. فضلوا مستنيين لحد ما المطرة هديت شوية. فرح قعدت تبص للحبة كده وقالت لها: احنا الاتنين صغننين كده هنشيل كل الحبة دي؟ قالت لها: ايوه، النمل قوي وبيقدر يشيل مرات مرات كتير اضعاف وزنه، يعني هنقدر نشيلها ما تخافيش. وخدي بالك ماما والعيلة كلها معتمدة علينا ان احنا نجيب حبة القمح دي ونوديها البيت علشان كلنا ناكل منها طول الاسبوع. قالت لها: اوكي هنقدر نعمل كده. قالت لها: هنقدر ان شاء الله ما تخافيش هنقدر. استنوا لحد ما المطرة خلصت وحاولوا يشيلوا حبة القمح ومشيوا بيها، مشيوا مشيوا بس بالراحة جدا لانها تقيلة عليهم قوي. اول ما ابتدوا يتحركوا المطرة نزلت تاني، راحوا راجعين جري وحطوا حبة القمح تحت الشجرة. فرح قعدت تبص المطرة اللي من بعيد، طبعا بص لها بانبهار شديد جدا. المطرة ابتدت تخف شوية. فرح فجأة لقيت في السماء ظهر ألوان حلوة قوي قوي قوي. قعدت تبص بانبهار: ايه الألوان الحلوة دي؟ أختها قالت لها: ده قوس قزح اللي هو اسمه رينبو. قالت لها: ايه ده، يعني ايه رينبو، يعني ايه قوس قزح؟ قالت لها: يا ستي لما المطرة بتنزل الشمس بتكون، طالما الشمس لسه موجودة في نفس الوقت اللي بتنزل فيه المطرة، الشعاع بتاع الشمس بيدخل جوه حبة المية الصغننة اللي احنا مش شايفينها دي، بيدخل جواها ويعمل الألوان الجميلة دي بتنعكس في السماء. فرح كانت مبهورة جدا بالمعلومة ومبهورة جدا بالألوان الجميلة اللي ابتدت تظهر حواليها دي. قالت لها: الله، هي الألوان دي اسمها ايه؟ قالت لها: اسمها بيربل اللي هو اللون البنفسجي، وبعدين وراه على طول هنلاقي ظهر اللون الازرق، وبعدين بعد كده اللون الاخضر، وبعدين الاصفر، وبعدين ظهر البرتقاني، وبعد كده الاحمر. قلت لها: الله الالوان دي حلوه قوي، تعالي نقرب عشان نتفرج منها.
قالت لها يا فرح ما تنسيش ان احنا ورانا حاجه لازم نعملها. قالت لها صدقيني هنلحق نرجع تاني، يلا بليز 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 يلا خديني عندها عشان نتفرج. قالت لها ما احنا شايفينها من هنا. معلش معلش تعالي نقرب. قالت لها كده فرح. راحوا قربوا وابتدوا يتفرجوا كويس جدا على الالوان دي. فرح نسيت نفسها واختها من قدر الجمال نسيت نفسها وقعدوا يتحركوا ومبسوطين جدا جدا بالالوان الجميله اللي هم بيتفرجوا عليها. قالت لها يا خبر يا فرح احنا نسينا نفسنا وقعدنا نلعب ونسينا حبه القمح اللي لازم نرجعها لماما قبل الدنيا ما تلين، يلا بسرعه. والاثنين جريوا 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 لحد ما وصلوا لحد الشجره ولقوا لسه قمح حبه القمح لسه موجوده ومستنياهم. خدوا حبه القمح وابتدوا هما الاثنين يشيلوها مع بعض ويساعدوا بعض وبالراحه بالراحه بالراحه لحد ما عرفوا يوصلوا لحد البيت. طبعا لحد ما عملوا كده كانت الدنيا بقت ضلمه جدا. هما خافوا من الضلمه وفي نفس الوقت لازم يرجعوا بسرعه لحد مامتهم. رجعوا ماما كانت متضايقه جدا وقالت لهم انا مش قلت لكم ما تتاخروش، انا مش قلت لكم ان لازم تيجوا بسرعه علشان تجيبوا ديت، خضيتوني عليكم. اول حاجه خضيتوني جدا جدا عليكم، ثانيا انتوا اهملتم ما عملتوش الشغل اللي انا كلفتكم بيه صح. انا قلت لكم ان انتوا ليكم شغل محدد تخرجوا تعملوه، ازاي تهملوا وما ترجعوش؟ انتوا عارفين الاهمال ده منكم كان ممكن يكلفنا قد ايه. وابتدى فرح واختها يحكوا لها على كل اللي حصل والالوان الجميله بتاعت قوس قزح وقد ايه فرح كانت عشان اول مره تخرج، كانت مبهوره جدا. قالت لها انا اسفه يا ماما، انا السبب في ان احنا اتاخرنا، اختي ملهاش اي ذنب، انا اللي قعدت الح عليها جامد عشان نروح نتفرج على قوس قزح ده، وهي اضطرت تسمع كلامي، ارجوكي ما تزعليش منها، لو هتزعلي من حد ازعلي مني انا. مامتها طبعا زعلت منها وقالت لها انا بس هصافحك عشان دي اول مره بتخرجي فيها وانت كنت مبهوره جدا من الالوان ومن الحاجات اللي حواليكي. من فضلك يا فرح الاهمال ده ممكن يكلفنا كتير قوي. الاهمال ده حاجه وحشه جدا، ممكن يكلفنا ان احنا نقعد اسبوع بحاله ما ناكلش، ممكن يكلفنا ان انت نفسك كان ممكن تتضري انت واختك لو نزلت عليكم حبايه من حبات المطر دول. انا مدركه جدا ان انتوا الالوان الجميله ديت خدتكم معاها وخليتكم تنسوا الدنيا خالص، بس ورانا مسؤوليه لازم لازم ما نهملهاش ولازم لازم نعملها، لان في حاجات كتير قوي مترتبه على المسؤوليه اللي كانت عليكم دي. كلهم اعتذروا لمامتهم وقال لهم احنا وقالوا لها احنا اسفين جدا يا ماما، احنا عارفين ان احنا غلطنا بس مش هنعمل كده تاني. مامتهم خدتهم في حضنها والاثنين اعتذروا لها وبسوا مامتهم ومامتهم سامحتهم. توتا توتا خلصت الحدوته. يا رب تكون عجبتكم. باي باي.